بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن نتكلم في هذه المحاضرة إن شاء الله عن توحيد العبادة من خلال مناسك الحج. اعلموا أيها الإخوة أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو معنى التوحيد. معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك ما ذكره الله عن الرسل من أولهم إلى آخرهم، أن كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي ننطق بها في الأذان والإقامة والتشهد وفي الأذكار صباحا ومساء وفي كثير من الأوقات، فكل مسلم يكثر من قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة سميت كلمة الإخلاص لأنها أخلصت العبادة لله ونفتها وأبطلتها عما سوى الله سبحانه وتعالى. تسمى كلمة الإخلاص
وتسمى كلمة التوحيد وتسمى بغير ذلك من الأسماء العظيمة لما تتضمنه هذه الكلمة من معنى جليل ومقتضى عظيم. ولا ينجو عبد يوم القيامة إلا من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فالتوحيد واجب على كل مكلف من العباد، والشرك محرم على كل مكلف من العباد. التوحيد هو السبب لدخول الجنة، ولا سبب لدخول الجنة سوى التوحيد. والشرك هو السبب الوحيد للخلود في النار، للخلود في النار. قد يدخل المؤمن النار ببعض الكبائر، لكنه لا يخلد فيها، ومآله إلى الجنة، فيعذب في النار ما شاء الله، ثم يخرج منها بكلمة التوحيد ويدخل الجنة. أما المشرك فإنه يخلد في النار أبد الآباد ولا يدخل الجنة أبدا. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن يجب علينا أن نعرف ما هي العبادة التي أوجبها الله علينا وجعلها حقا له علينا حتى نقوم بها، وأن نعرف ما هو الشرك حتى نتجنبه ونحذر منه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كل الأعمال التي شرعها الله سبحانه وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، صلة الأرحام، بذل المعروف، إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة. وكذلك يدخل في العبادة كل أقوال اللسان التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كالنطق بلا إله إلا الله
والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والتلبية والاستغفار والتوبة، ويدخل في ذلك كل أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله كالإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستغاثة وغير ذلك، كلها تدخل في مسمى العبادة. أما الشرك فمعناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فمن تقرب إلى غير الله بنوع من أنواع العبادة كالذبح، كان يذبح للقبور والأضرحة والنذر، كان ينذر للقبور والأضرحة أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن أو الإنس، أو يخاف منهم أن يضروه أو ينفعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يطلب منهم شفاء المرضى وإنزال المطر وإحلال البركة، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة المضاد للعبادة. ونحن في كلمتنا هذه نتكلم عن توحيد العبادة الذي ذكرنا تعريفه وأنواعه من خلال مناسك الحج الذي نحن الآن متلبسون به. إننا إذا قرأنا قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أدركنا أن هذا البيت أسس على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن يطهراه من ماذا؟ أن يطهراه من الشرك، وأن يطهراه من سائر الأنجاس الحسية والمعنوية. فهذا البيت، البيت الحرام، بني على التوحيد الخالص لله عز وجل، وكذلك سائر المساجد في الأرض هي بيوت الله عز وجل، يجب أن تطهر من الشرك والوثنية والأضرحة والقبور، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، لا يذكر فيها اسم غير الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا جن ولا إنس. فالمساجد كلها بيوت الله، وأحب البقاع إلى الله، لا يجوز أن تبنى على ضريح أو على قبر، وإنما تبنى لعبادة الله
وحده لا شريك له. وفي مقدمتها المسجد الحرام الذي أسسه الله على التوحيد وإخلاص العبادة له، فلا يجوز أن يتوجه إلى هذا البيت حاج أو معتمر أو طائف به أو مصل ومستقبل له في سائر أقطار الأرض، لا يتوجه إليه إلا بالتوحيد الخالص لله وحده لا شريك له. إذن ندرك من هذا أن بيت الله العتيق بيت التوحيد وإخلاص العبادة لله، فلا يجوز لمخلوق أن يتوجه إليه بصلاة أو بحج أو عمرة إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى في ذلك، وإلا كان توجهه باطلا وكان حجه وعمرته باطلين إذا لم يكونا مبنيين على التوحيد وإخلاص العبادة لله. وكذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فقوله تعالى أتموا الحج والعمرة معناه وجوب الإتيان بمناسك الحج والعمرة كاملة على وفق ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى المناسك على وفق الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني حجوا واعتمروا كما كنت أحج وأعتمر. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى قوله لله أن يخلص الحج والعمرة لوجه الله، فلا يكون فيهما قصد ولا نية ولا عمل لغير الله عز وجل. إذن فالحج والعمرة يجب أن يكونا خالصين لوجه الله عز وجل لأن لا يكون فيهما شائبة من شوائب الشرك الأكبر أو الأصغر. ومن هنا ندرك توحيد العبادة من خلال الحج والعمرة، أن الله أمر بهما وأمر بإتمامهما خالصين له سبحانه وتعالى. وكذلك الطواف بالبيت العتيق، الله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ومعنى هذا أن الطواف بالبيت العتيق عبادة لله ليس للبيت، وإنما البيت بيت الله والمعبود هو الله والذي يطاف له هو الله سبحانه وتعالى.
ومن هنا ندرك أنه لا يجوز الطواف بغير البيت العتيق، فلا يطاف بأي بناء على وجه الأرض. لا يطاف بالقبور والأضرحة، ولا يطاف بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بالأصنام، ولا يطاف على أي مكان أو أي بيت أو بنية على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، وليطوف بالبيت العتيق. ومن هنا ندرك أن الطواف نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله، ولا يجوز فعله إلا للبيت العتيق. وبهذا تبطل جميع الأطوفة التي تطاف بغير البيت العتيق أيا كانت. حينما نستلم الحجر الأسود ونقبله أو نشير إليه إذا لم نتمكن من استلامه، نشير إليه إذا حاديناه، ماذا نقول؟ نقول الله أكبر. إذن فاستلام الحجر ليس للحجر ذاته، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، عبادة لله. الله أكبر، هكذا يقول المسلم عندما يستلم الحجر أو يشير إليه، يقول الله أكبر. وإنما نستلم الحجر لأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى، من شعائر الله سبحانه وتعالى، فنحن نستلمه ونقبله تعبدا لله عز وجل لا لذات الحجر. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، لما استلم الحجر وقبله قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فنحن نقبل الحجر ونستلمه تعبدا لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون المسلم عارفا هذا المعنى. وحينما نصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا نصلي للمقام، وإنما نصلي لله سبحانه وتعالى، ولكن المقام مكان للصلاة، والمصلى له هو الله، والمصلى فيه هو ما حول المقام. فالمقام مكان للصلاة التي هي حق لله سبحانه وتعالى. نقرأ فيهما في الركعتين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب التي هي من أعظم، التي هي أعظم سورة في القرآن لما تشتمل عليه من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتشتمل على الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا عهد بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. ثم نقرأ بعد الفاتحة استحبابا في الركعة الأولى
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أو نقرأ قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. معنى قل يا أيها الكافرون ومعنى قل يا قوله ومعنى قوله تعالى قولوا آمنا بالله، معنى هذه السورة ومعنى هذه الآية اللتين يقرأ بأحدهما في الركعة الأولى من ركعتي الطواف معناه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم واليد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليد. إذن معناها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من دين المشركين وعبادة الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والجن والإنس والأشجار والأحجار كلها داخلة تحتها قوله لا أعبد ما تعبدون يعني المشركين. هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ لأنها تشتمل على التوحيد، تشتمل على التوحيد، على أوصاف الله سبحانه وتعالى، على إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، ففيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل وفيها تنزيه الله عن صفات النقص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو صميم التوحيد الخالص لله عز وجل. أو نقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا خالص التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أليس هذا هو التوحيد؟ ونحن نقرأ بهذه الآية، يستحب لنا أن نقرأ بهذه الآية في الركعة الثانية من ركعتي الطواف. إذن فالطواف بالبيت توحيد وعبادة لله، والصلاة بعد الطواف عبادة لله، وما يقرأ فيهما من القرآن يتضمن الأمر بعبادة الله
والنهي عن عبادة غيره. فيجب على المسلم أن يكون فطناً لما يقرأ، متأملاً متدبراً لما يقرأ. لماذا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ لماذا تقرأ؟ لأن فيهما التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة، فدل هذا على أن الطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف كله توحيد وعبادة لله عز وجل وبراءة من عبادة ما سواه. وكذلكم السعي بين الصفا والمروة فيه توحيد العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فنحن إذا نطوف بالصفا والمروة لماذا؟ لأنهما من شعائر الله، من شعائر الله. إذن فلا يشرع السعي في مكان من الأرض كلها إلا بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله، وما عداهما من الجبال والصخور والحصى كلها ليست من شعائر الله، وإنما هي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، لا يجوز أن يسعى بينها أو أن يطاف بها أو أن يتبرك بها لأنها ليست من شعائر الله، وإنما السعي بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله. ثم ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا وماذا كان يقول على المروة عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا صعد على الصفا يستقبل الكعبة المشرفة ويكبر الله عز وجل ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا هو التوحيد. إذن فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله عز وجل وذكر لله عز وجل وتوحيد لله عز وجل وبراءة من الشرك والمشركين. بل إننا حينما نعقد الإحرام من المواقيت، إذا نوى المسلم الإحرام ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، فهو يلبي بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. فالتلبية شعار التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل. إذن فالحج والإحرام والتوجه إلى البيت العتيق للحج أو العمرة عبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فكيف المسلم يقول أو كيف المحرم يقول لبيك لا شريك لك
ثم بعد ذلك قد يصدر من بعض الناس إشراك بالله عز وجل، هذا تناقض، تناقض من العبد أن يقول لا شريك لك ثم بعد ذلك يشرك بالله عز وجل، يشرك بالله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يخاف من القبور والأضرحة والموتى، يتضرع إليهم، يذل لهم، يهتف بأسمائهم، مع أنه يقول لا إله إلا الله ويقول لا شريك لك، هذا تناقض، هذا هو التناقض بعينه. وفي الحج من مضمونات العبادة ومدلولاتها الشيء الكثير، فالله جل وعلا يقول لخليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة في أيام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذبح الهدي في أيام التشريق في يوم العيد، ذبح الهدي في أيام في يوم العيد وأيام التشريق سواء كان هديا واجبا أو هديا متطوعا به عبادة لله عز وجل، يذكر اسم الله، يعني ولا يجوز أن يذكر اسم غير الله عز وجل على الذبيحة، وإنما يذكر اسم الله وتذبح تعبدا لله عز وجل تقربا إليه، فيعلم المسلم من هذا أنه لا يجوز الذبح لغير الله في أي مكان وفي أي زمان، لا في موسم الحج ولا في غيره. يرجع المسلم وقد تعلم من الحج أنه لا يجوز الذبح لغير الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة وأمر بإخلاصهما لله عز وجل، فكما أنه لا يصلى إلا لله فكذلك لا يذبح إلا لله. والله تعالى لم يشرع لنا ذبح القرابين من أجل اللحوم فقط أو من أجل إراقة الدماء فقط، بل لأجل العبادة، لأجل العبادة. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمقصود بذبح الهدي هو عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بذبح هذه الذبائح، ثم بعد ذلك ليتوسع المسلمون بأكل لحومها والانتفاع بها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الوقوف بعرفة لماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى،
وتضرع إليه في هذا المشعر العظيم الذي هو من مشاعر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالدعاء والذكر في عرفة مشروع ومطلوب من المسلمين الواقفين بعرفة أن يذكروا الله وأن يكثروا من الدعاء والتضرع وسؤال الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما يقال في هذا اليوم كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. خير ما قاله النبيون من أولهم إلى آخرهم، وخير ما يقال في يوم عرفة هو هذه الكلمة. إذن فيوم عرفة والوقوف في عرفة إنما هو لإعلان التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ولأجل دعائه والتضرع إليه وسؤاله سبحانه وتعالى. الوقوف بمزدلفة لأجل أي شيء؟ لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، أو هو جبل في مزدلفة. والمطلوب من وجود المسلمين في هذا المكان بعد إفاضتهم من عرفة إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له في هذا المكان. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ليس المقصود هو الجلوس في هذا المكان أو الأكل والشرب في هذا المكان أو النوم في هذا المكان، هذه أشياء ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو ذكر الله سبحانه وتعالى. تقام فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، كل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يعرف لماذا جاء إلى مزدلفة، ولماذا نزل في مزدلفة، ولماذا بات فيها. إنه فعل ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا تكرر الأمر بذكر الله في كل أفعال الحج، مما يدل على أن الحج إنما شرع لعبادة الله سبحانه وتعالى، ومنه يتعلم المسلم عقيدة التوحيد فيرجع إلى بلاده وقد درس التوحيد دراسة عملية تطبيقية، فيرجع إلى بلاده وقد عرف التوحيد معرفة عملية تطبيقية، فيستمر على التوحيد ويعلم التوحيد لإخوانه المسلمين. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفنا إذن
ما الحكمة في دفع المسلمين من عرفة إلى مزدلفة وبقائهم فيها الفترة التي شرع الله أن يبقوا فيها؟ أنه لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أجل عبادة الله وحده لا شريك له في هذا المكان. ثم بعد ذلك رمي الجمار. رمي الجمار لماذا؟ لذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول عند كل حصاة ترميها الله أكبر، فأنت ترمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فرمي الجمار ذكر لله عز وجل وطاعة لله وعبادة لله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بهذا وفعله نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فنحن نرمي الجمار طاعة لله عز وجل وعبادة له وذكر لله سبحانه وتعالى واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فليس رمي الجمار مجرد حذف حصى، مجرد حذف الحصيات من غير نية ومن غير اعتقاد ومن غير إخلاص لله، وإنما نرمي هذه الحصيات عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله ولأجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا مناسك الحج كلها عبادة لله عز وجل وتعليم عملي لعقيدة التوحيد، حتى يرجع المسلم وقد عرف العقيدة، عرف أنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، فلا يطوف بعد ذلك بالقبور ولا بالأضرحة ولا بالأشجار والأحجار، عرف أنه لا يتمسح إلا بالحجر الأسود يستلم ويقبل، فلا يتمسح بالجدران والشبابيك والأحجار غير الحجر الأسود الذي هو من شعائر الله عز وجل، عرف أنه لا يطاف إلا بالبيت العتيق، إلا بالبيت العتيق، فلا يطاف بأي قبر أو ضريح أو حجر أو شجر على وجه الأرض إلا هذا البيت الذي هو بيت الله العتيق. عرف أنه لا يذبح إلا لله عز وجل، فلا تذبح الذبائح ولا تنحر النحائر ولا تنذر النذور إلا لله عز وجل، فلا ينذر للقبور ولا يذبح للقبور ولا للموتى ولا للأولياء ولا للصالحين، لأن هذه أنواع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر، وإذا مات على ذلك غير تائب منه فإنه يكون من الخالدين في النار الذين حرم الله عليهم دخول الجنة. عرف من الحج أنه لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، أنه لا يدعى إلا الله، فلا يدعى غيره من الأولياء والصالحين
والأنبياء والملائكة والجن والإنس لا يدعى غير الله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، أنه لا يذكر إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، وفي قوله ليذكروا الله اسم الله في أيام معدودات، يدل هذا على أنه لا يذكر في هذه المشاعر ولا في هذه البلاد المقدسة، لا يذكر اسم ولا يهتف إلا باسم الله عز وجل. فلا يهتف بأسماء الزعماء والقادة والرؤساء، وإنما يذكر الله سبحانه وتعالى. فمن ذكر غير الله أو هتف باسمه أو نادى بشعار غير شعار التوحيد فهذا محاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما شرعه الله في حرم الله عز وجل. فالذي يذكر في هذه الأمكنة وينادى ويهتف باسمه ويرفع شعاره هو الله سبحانه وتعالى. لا يرفع شعار رئيس ولا زعيم ولا ملك ولا غير ذلك، وإنما هذا خالص لله عز وجل. من هنا يتعلم المسلم توحيد العبادة من خلال مناسك الحج، وهو ما أردت أن أنبه عليه في هذه الكلمة المختصرة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، قلت يا شيخ أن التوحيد مطلوب وأن كل مكلف على من كل مكلف نعم. الذي لم يبلغ الحلم أليس مطلوب منه التوحيد؟ الذي لم يبلغ الحلم وغير العاقل، هذا لا شك أنه تصح منه العبادات، الصلاة مثلا والحج تصح منه العبادات وذكر الله عز وجل، لكنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك لأنه غير مكلف وغير لم يعقل بعد. فهو لا تجب عليه الواجبات إلا إذا بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. لكنه إذا فعل شيئا من العبادات يكون في حقه نافلة ويثاب عليه. نعم. بعض المصلين في صلاة العشاء سجدوا سجدة واحدة حيث أنهم لم يسمعوا التكبير عند رفع من السجدة الأولى، ما الواجب عليهم فعله في هذه الحالة؟ وهل صلاة الذين لم يسمعوا الإمام في السجدة الثانية من الركعة الأولى، الواجب عليهم أنهم حين تنبهوا يسجدون السجدة الثانية، يسجدون ويلحقون بالإمام، هذا هو الواجب عليهم. فمن فعل ذلك، من سجد السجدة الثانية ثم لحق بالإمام، فصلاته صحيحة. وأما الذي لم يسجد، تابع الإمام ولم يسجد إلا سجدة واحدة ولم يتنبه لذلك إلا بعدما فرغت الصلاة، فالواجب عليه أنه يبادر بعد الصلاة مباشرة ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة قضاء. أما إذا طال الفصل، يعني تأخر عن الإتيان بالركعة بعد السلام حتى طال الفصل، أو تكلم أو انتقل من المصلى، فهذا يعيد الصلاة من أولها. الواجب عليها أن يعيد الصلاة من أولها، يصلي ركعتين قصرا. نعم. فضيلة الشيخ، أنا متمتع والهدي دفعت قيمته لدى شركة الراجل، فهل يجوز في يوم النحر الأول بعد رمي الجمرة والحلق
أن أحل إحرامي وأؤخر طواف الإفاضة إلى حجر اليوم الثاني؟ نعم يجوز ذلك. من رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره فإنه يتحلل من إحرامه التحلل الأول، بمعنى أنه يجوز له أن يلبس الثياب ويتطيب ويأخذ ما شاء من أظفاره ومن شعوره ما عدا ما حرم الله أخذه كاللحية. اللحية حرام أن الإنسان يحلقها أو يأخذ شيئا منها، لكن له أن يقص شاربه وأن يأخذ شعر آباطه أو ما شاء من غير اللحية، وهذا ما يسمى بالتحلل الأول. أما زوجته إذا كان معه زوجة فإنها لا تحل له إلا إذا فعل الثالث وهو الطواف للبيت والسعي بين الصفا والمروة لمن عليه السعي. أما الذبح فليس له دخل في التحلل، الذبح ليس له دخل في التحلل من الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ، أنا رجل أقمت في مكة 8 أشهر وصمت شهر رمضان وعملت عمرة يوم 27 رمضان، هل علي هدي أم لا؟ شكرا وشكرا. نعم، الذي مثلا هذا يقول أنه في رمضان أدى العمرة في رمضان، أدى العمرة في رمضان وبقي في مكة والآن أحرم بالحج، هل عليه هدي؟ الجواب ليس عليه هدي، لأنه أصبح مفردا للحج، لأن العمرة التي في رمضان ليست في أشهر الحج، وهو الآن إنما أحرم بحج. لو كان أتى بعمرة بعد رمضان ثم حج هذا العام يكون متمتعا، أما ما لم يأتي بالعمرة بعد رمضان وإنما أحرم بالحج فقط فهذا يعتبر مفردا وليس عليه هدي. فضيلة الشيخ، يقول بعض الحجاج أنه أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقص من شعره وبقي على إحرامه فيسأل وهو في منى في هذا اليوم، فما حكم حجه ويقول أنه جاهل؟ أحرم بالعمرة وطاف وسعى وقصر من رأسه، هذا تمت عمرته، فعل مناسك العمرة تمت عمرته، فبعد ذلك يحرم بالحج، ينوي الحج ويحرم به ويكون متمتعا، يكون متمتعا. ما في مانع أنه يبقي ملابس الإحرام عليه بعد العمرة، هذه ما يبقي ملابس الإحرام عليه إن شاء، لكنه يعتبر قد تحلل وبقى ملابس الإحرام عليه لا يكون به محرما، فينوي الحج يغتسل مرة ثانية ويتنظف ويتطيب كما فعل عند الإحرام بالعمرة ثم يحرم بالحج، يحرم بالحج. وإن أحرم ونوى الإحرام وعليه ملابس الإحرام ولم يغتسل ولم يتطيب فإن إحرامه صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الانصراف الآن والتوجه إلى عرفات دون أداء صلاة الفجر، وما حكم الدين في هذا؟ السؤال الأول. صلاة الفجر، المبيت بمنى هذه الليلة وصلاة الفجر في منى هذا من السنة، من فعله له أجر ومن لم يفعله فلا حرج عليه، لو ذهب إلى عرفة في أي وقت شاء لا حرج عليه في ذلك، ولكن الأفضل أن يبيت الليلة في منى وأن يصلي الفجر في منى ثم إذا طلعت الشمس يسير إلى عرفة، هذا هو الأفضل والأكمل في حقه، وإلا فإنه يجوز له أن يذهب إلى عرفة في أي وقت.